المسائية من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوين ملفات الليلة. معارك عين العرب تفجر غضب أكراد تركيا في وجه أردوغان، وإنقاذ المدينة ليس ضمن أهداف واشنطن الاستراتيجية. غموض يكتنف مصير اتفاق الشراكة في اليمن، هادي يتجاهل مبدأ التوافق، وأنصار لا يرفضون مرشحه لرئاسة الحكومة. منذ اليوم الأول خرجت معركة عين العرب عن نطاقها الجغرافي، وبسرعة طالت تداعياتها المحيط ولا سيما تركيا. أنقرة التي تتهمها قيادات كردية بدعم داعش شهدت مدنها الرئيسية موجة غضب عارمة، فالأكراد خرجوا إلى الشوارع للتنديد بطريقة حكومتهم في التعامل مع مأساة كردي عين العرب. المظاهرات أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، وفيما تحتدم المعارك في المدينة أعلنت واشنطن عن قصف طائراتها أهدافا لداعش في محيط المدينة. فيما اللافت تأكيد وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بأن إنقاذ عين العرب ليس هدفا ضمن الاستراتيجيات الأمريكية. معارك عين العرب وانعكاساتها على الأوضاع في تركيا ستكون محور نقاشنا الأول في المسائية، بينما نتطرق في الملف الثاني إلى الخلافات التي برزت بين حركة أنصار الله والرئيس اليمني بعد تكليف رئيسا للحكومة ترفضه الحركة. كيف سينعكس القرار الرئاسي على مصير اتفاق الشراكة والسلم؟ وهل يدفع الخلاف الجديد البلاد نحو جولة صدام جديدة؟ ظهر عشرات المقدسيين خارج المسجد الأقصى منددين بالممارسات الإسرائيلية واقتحامه من قبل قوات الاحتلال. المتظاهرون رددوا هتافات مستنكرة لعملية الاقتحام، ومؤكدين مواصلة التحركات بهدف الإضاءة على خطورة المشاريع الصهيونية التي تحك ضد المسجد الأقصى والاعتداءات المستمرة بحق المقدسيين. وتعليقا على تدنيس جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه للمسجد الأقصى اليوم، اعتبر حزب الله أن هذه الممارسات الإرهابية ما كانت لتتكرر لولا الصمت العربي والتواطؤ الدولي. وعبر حزب الله عن إدانته الكاملة لما يقوم به جنود الاحتلال ومستوطنوه من استباحة للمسجد الأقصى وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. ودعا شعوب العالمين العربي والإسلامي إلى الوقوف بجانب الفلسطينيين في تصديهم اليومي للممارسات الصهيونية. الحزب اعتبر أن الانتهاكات الصهيونية للمسجد الأقصى تنطلق من نوايا خبيثة لتهويد المسجد والقضاء على هويته العربية والإسلامية. أفادت مراسلة الميادين أن الجيش السوري صد هجوما كبيرا للمسلحين في قرى العدنانية، الزراعة التحتانية والزراعة الفوقانية قرب معامل الدفاع جنوب حلب. وكانت حركة أحرار الشام أعلنت أنها شنت هجوما في العدنانية المجاورة لمدينة الإسفيرة في محاولة لخرق تحصينات الجيش السوري والسيطرة على معامل الدفاع. أكد رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب استعداد بلاده لتقديم الدعم إلى ليبيا في مواجهة الإرهاب. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الليبي عبد الله الثاني في القاهرة، أكد محلب حرص القاهرة على وحدة الأراضي الليبية ورفض أي تدخل في شؤونها. بدوره أوضح الثاني أن هدف الزيارة زيادة التنسيق مع مصر لتدريب قوات الجيش والشرطة من أجل مواجهة الإرهاب الذي تمارسه قوات فجر ليبيا على حد تعبيره. أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن طائراتها وطائرات إماراتية شنت 6 غارات على آليات لتنظيم داعش في محيط عين العرب بين الأمس واليوم. هذا وتتواصل المعارك على أطراف مدينة عين العرب السورية بين مسلحي داعش وقوات حماية الشعب الكردي التي كانت قد نجحت في طرد مسلحي التنظيم من المدينة. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن التنظيم شن هجوما شرق المدينة بهدف استعادة أحياء انسحب منها، وأضاف أن انفجارا شديدا هز المدينة ناجم عن تفجير عنصر من داعش لنفسه بشاحنة مفخخة في المنطقة الصناعية. لم تمنع الغارات الجوية للتحالف الذي تقودها الولايات المتحدة من مواصلة تنظيم داعش هجومه على عين العرب قرب الحدود التركية، فمدينة كوباني كما يسميها الأكراد ما زالت تشهد اشتباكات عنيفة منذ 3 أسابيع. الأنباء الواردة من عين العرب تشير إلى أن مقاتلي التنظيم توغلوا 50 مترا داخل أحياء المدينة من الجنوب الغربي، وأن المقاتلين الكرد يستشرسون في الدفاع عن أحيائهم داخل المدينة،
على الرغم من استخدام داعش الأسلحة الثقيلة في قصف المدينة. أكثر من 400 قتيل سقطوا حتى الآن في عين العرب، معظمهم من المدنيين، فيما أجبر الآلاف على الفرار متجهين إلى تركيا. أحدث الغارات الجوية التي نفذها التحالف دمرت أكثر من 60% من آليات داعش في محيط عين العرب، وقتلت ما لا يقل عن 45 من عناصره، بعدما استهدفت مواقعه شرق المدينة وغربها عند مزرعة عمود وفي الجنوب الغربي عند قرية ترميك. تنظيم داعش عمد إلى تعزيز صفوفه بمقاتلين أجانب ومنشقين مجموعات معارضة أخرى، كما استخدم المزيد من الأسلحة الثقيلة. المقاتلون الكرد يقولون أنهم نجحوا في استعادة السيطرة على الأحياء الشرقية التي كان مقاتلو داعش قد دخلوها بعد اشتباكات عنيفة قتل فيها أحد أمراء تنظيم داعش الأمنيين في الرقة المدعو أبو أحمد بزاعة. الكرد يقولون أنهم يعدون أنفسهم لمعارك قاسية قد تشهدها الساعات المقبلة مع حشد تنظيم داعش لقواته في محاولة منه لخرق التحصنة الكردية والوصول إلى قلب المدينة. البيت الأبيض أعلن أن إقامة منطقة عازلة بين سوريا وتركيا ليست قيد البحث. بالمقابل أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس فرانسوا أولاند يؤيد إقامة منطقة عازلة بين سوريا وتركيا لاستقبال النازحين. كلام أولاند جاء بعد اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. معي الآن مباشرة من العاصمة السورية دمشق نائب وزير الخارجية السورية دكتور فيصل المقداد. دكتور المقداد، أسعد الله مساءك بداية، ومباشرة نسأل في التصريحات الفرنسية التي ربما تعتبر تطور في موضوع المشروع التركي لإقامة منطقة عازلة على الحدود بين سوريا وتركيا. أولا مساء الخير، وأود أن أؤكد على وقوفنا التام مع مواطنين السوريين من سكان عين العرب على اختلاف مكوناتهم. نحن نعتز بتصديهم البطولي لتنظيم داعش الإرهابي، كما نعتز أيضا بوقوفهم ضد كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، بما في ذلك بشكل أساسي التدخل التركي. أما فيما يتعلق بالتدخل الآخر والذي أصبح معتادا خلال الأزمة السورية، وهو يأتي في إطار امتداد تاريخي للسياسات الفرنسية الموجهة ضد الشعب السوري. حقيقة نحن لم نستغرب إطلاقا هذه التصريحات، فالدور الفرنسي في الأزمة السورية كان دورا مدمرا منذ البداية، كان دورا داعما للإرهاب، والدورين الفرنسي والتركي لا يختلفان عن بعضهما فيما يتعلق بالأزمة السورية. الحكومة التركية منذ بداية الأحداث لم تدخر جهدا في إرسال الإرهابيين، في تسليح الإرهابيين، في تدريب الإرهابيين، وفي إيواء الإرهابيين وإرسالهم إلى سوريا. والرد الفرنسي خاصة هذا اليوم والذي يتناقض بشكل كامل مع ميثاق الأمم المتحدة ومع مسؤوليات الدولة الفرنسية كعضو دائم في مجلس الأمن، لأن هذه المواقف لا تحترم الميثاق، ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول وعلى ضرورة احترام الوحدة الترابية لهذه الدول. لذلك نحن ندين ونستنكر بأشد العبارات موقف الرئيس الفرنسي الذي دعم الإرهاب تحت أسماء مختلفة، سواء كان إرهابيين مسلحين معتدلين أو أي تسمية أخرى منذ بداية هذه الأحداث. طيب. ودعم نعم. دكتور، تركيا تقول أنها جاهزة لتدخل لإقامة منطقة عازلة، وتم الحديث عن شروط تركيا للحلف الأمريكي في حال التدخل بأنها تشترط مجموعة شروط الكل بات يعرفها، لكن السؤال دكتور المقداد، ما هي التداعيات المحتملة وأيضا الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دمشق وحلفائها بالمقابل في حال أقدمت تركيا على الدخول إلى الأراضي السورية بهدف إقامة هذه المنطقة؟ مما لا شك فيه أن النوايا التركية المبيتة ضد سوريا هي نوايا عدوانية، ونحن سنتعامل مع هذه النوايا على هذا الأساس. أنا أقول للأتراك ولغير الأتراك الذين اتخذوا من الأزمة السورية مجالا لتبرير تدخلهم في الشؤون الداخلية لقلب الأنظمة الوطنية
ولإلغاء إرادة الشعب السوري، نقول لهؤلاء أوقفوا تدخلكم في الشؤون الداخلية السورية، أوقفوا دعمكم للإرهاب، أوقفوا دعم داعش، أوقفوا دعمكم لجبهة النصرة، وبعد ذلك سيتكفل الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني والدفاع الشعبي ومقاتلين الذين نعتز بهم في عين العرب وفي مناطق سورية الأخرى، سيتكفل هؤلاء بصد هذا العدوان. لكن فرض مناطق عازلة ومناطق حظر طيران هذا يتناقض مع السيادة السورية ولا يخدم إلا أنصار داعش وداعش والقتل الذي تقوم به هذه المجموعات الإرهابية ضد السوريين وضد غير السوريين. طيب دكتور، دور الحكومة السورية والجيش السوري، وأنت اليوم تحدثت في البداية عن يعني الاهتمام بالنسبة للحكومة السورية لسكان عين العرب باعتبار أنها أرض سورية وباعتبار أنهم مواطنون سوريون، لكن دور الجيش السوري أو السلاح الجو السوري في المشاركة في إنقاذ المدينة، هل هناك منع ربما للطيران السوري بالتحليق في تلك المنطقة؟ ما الذي يمنعه؟ لا يمكن لأي كان أن يمنع لا الجيش العربي السوري ولا الطيران العربي السوري من الدفاع عن سيادة سوريا وكافة أشكال الدعم السوري بكافة مجالات الأسلحة تقوم بدورها بالشكل المطلوب في هذا المجال. نحن نتحدث عن عمليات عسكرية، وتعرفون أن هذه العمليات العسكرية لا يمكن إعلانها أو يمكن إعلانها عند تحقيق الهدف الذي تسعى إليه القيادة العسكرية في سوريا. طيب، لكن نحن نقوم بتلبية كل متطلبات الدفاع عن الجمهورية العربية السورية. اليوم دكتور المقداد كان هناك تصريح لمتحدثة باسم الخارجية الإيرانية السيدة مرضية أفخم، قالت بأنه إيران تعرب عن استعدادها للمساعدة الكرد في عين العرب، لكن في حال كان هناك إذن مسبق أو سمحت الحكومة السورية بذلك. هل تدرسون مثل هذا الاستعداد الإيراني للمساعدة؟ أنتم تعرفون أن العلاقات الاستراتيجية بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تقف عند حدود، والجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب سوريا، ونحن نقوم الآن بالدفاع عن أرضنا وعن سيادتنا وعن كل ما يمكننا من الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وعندما نحتاج إلى دعم الأصدقاء فهنالك الكثير من الأصدقاء بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي يمكن أن نحدد من خلال علاقاتنا المفتوحة معها أنواع الدعم الذي يمكن أن تقدمه لسوريا. أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السورية، حدثنا مباشرة من دمشق. ولمناقشة أيضا تداعيات التصريحات الأخيرة وأيضا ما يجري في عين العرب كوباني، معي الآن مباشرة من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي السيد أوكتاي يلماز، وأيضا معي من مقاطعة كوباني السورية عضو هيئة الإدارة في مقاطعة كوباني ولات درويش. أبدأ معك سيد أوكتاي يلماز، من التصريحات التركية الأخيرة أو من الأحداث فيما يجري حاليا في تركيا والتظاهرات التي تجري، هل هناك خشية من تداعيات سقوط كوباني أو من تداعيات حصار هذه المدينة والمجازر التي ترتكبها داعش هناك؟ هل هناك خشية من تداعياتها على الداخل التركي تصاعدا أكثر مما رأيناه في اليومين الماضيين؟ طبعا كما صرح المسؤولون الأتراك، تركيا لا تريد سقوط هذه المدينة بيد تنظيم الدولة الإسلامية داعش وتسعى لعدم وقوع ذلك. أما تحميل مسؤولية إنقاذ المدينة على تركيا وحدها فهذا ظلم، بل هذه مسؤولية المجتمع الدولي. وماذا تفعل يعني الولايات المتحدة شكلت تحالفا من 50 دولة، وماذا تفعل هذه الدول؟ ألا تقدر 50 دولة لإنقاذ هذه المدينة؟ أما يعني لابد، يعني هناك لابد أن تفهم المواطنون الأكراد يعني أن كوباني مدينة سورية خارج تركيا وليست مدينة تركية، ولا تركيا عملت
وقامت بالواجب بأحسن صورة، حيث يعني استضافت جميع المدنيين الذين طيب هذه جاءوا نقطة إلى تركيا، ولم أستاذ ولم أكتاي يبقى في هذه المدينة إلا المقاتلين، يعني أستاذ أكتاي ولا توجد نعم فيها هذا نعم التساؤل سننقله نعم مباشرة أيضا إلى باقي ضيوفنا، أنه ما علاقة تركيا طالما أن مدينة كوباني هي خارج الحدود التركية؟ ولكن معي من هناك من مقاطعة كوباني عين العرب السورية عضو هيئة الإدارة في مقاطعة كوباني السيد ولاد درويش. سيد درويش، أولا نريد أن نطلع منك على واقع المدينة الآن، الوضع الميداني فيها كيف هو؟ حابب أمسي عليكم. حياك الله. كوباني البطولة هي الآن في ذروة مقاومتها بجبهتها الثلاثة، وهنالك تقدم لدى أحداث حماية الشعب من كل النواحي، وهي تتمثل في المقاومة، وسيكون هنالك بشرى لدى الشعب السوري جميعا بأن نقضي على هذه الظاهرة التي أربكت العالم بإرهابها وتكفيرها لجميع الشعوب وقضاء على ميراث هذه الشعوب الفارسية الموجودة في الشرق الأوسط. طيب سيد ولات، اليوم كانت المعلومات تتحدث عن أنه تنظيم داعش انسحب من بعض المواقع المحيطة بالمدينة أو الأحياء تقدم إليها في الأيام الماضية، هل هذا صحيح التنظيم؟ أيضا هناك أخبار قالت أنه استعادها مرة أخرى خلال الساعات الماضية، تعطينا فكرة عن التواجد الآن أو الخارطة العسكرية الآن؟ سيد العزيز، لم تنسحب بل هي أجبرت على أن تخلي المواقع التي احتلتها تحت الضربات القوية التي شنها وحدات حماية الشعب بكل بسالة، لذلك اضطرت أن تنسحب وأن تلتجئ إلى حرس الحدود التركي الذين استقبلتهم وحمتهم. أيضا نريد أن نقول لكل العالم بأن تركيا تدعم الإرهاب بكل أشكاله ممثلة بداعش، أي رأينا بأم أعيننا كيف هذه العصابات التجأت إلى الحرس الحدود التركي وكانوا في حمايتهم. الآن الأوضاع في اشتباكات مستمرة، داعش لديها حسب معلوماتنا لديها فترة زمنية منحتها تركيا كي تدخل كوباني وتحتلها، لذلك تكثف من هجماتها. أما بطولات طيب سيد درويش، ما هي أدلتكم على وجود يعني تورط تركي في دعم داعش في مناطقكم؟ يعني هل هناك أدلة على هذا الموضوع أم هو مجرد اتهام سياسي؟ نعم يا سيدي، لدينا وثائق وأدلة، ولدينا أسرى عبروا الحدود التركية أمام أعين حرس الحدود التركي، ولدينا فيديوهات تظهر داعش وهي تدخل الأراضي التركية وتدخل من الأراضي التركية الأراضي السورية أي مقاطعة كوباني، ولدينا جوازات سفر لأجانب أسرى لدينا هم دخلوا من تركيا إلى سوريا، ولدينا دلائل. طيب أستاذ ولات درويش، أرجو أن تبقى معنا أيضا سيد ولات وسيد أكتاي يلماز. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أيضا في هذا الملف أن الضربات الجوية لواشنطن وحلفائها غير كافية وحدها لمنع سقوط مدينة عين العرب في سوريا، وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن إنقاذ مدينة عين العرب من السقوط بأيدي داعش ليست هدفا استراتيجيا لواشنطن، وأضاف أن الهدف الأساسي للضربات هو مراكز التحكم والسيطرة لداعش وبنيتها التحتية. الشروط التركية لإنقاذ عين العرب اصطدمت برفض الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعدم انسجامها مع أولويات واشنطن، لكن سقوط المدينة قد يجر تركيا في مجرى ارتداداتها. تقرير قاسم عز الدين. شروط تركيا لمواجهة داعش في عين العرب وسوريا رفضتها واشنطن خشية اصطدامها بروسيا وإيران، فالمنطقة العازلة التي تطالب بها تركيا تفوق قدرة تحالف واشنطن على المغامرة بفرض حظر الطيران أو التدخل البري، وهي تتجاوز الخطوط الحمراء التي أدت سابقا إلى تراجع البيت الأبيض عن العدوان على سوريا.
بموازاة ذلك رفض حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني التخلي عن هويته السياسية والتجند في مشروع أنقرة مقابل الوعد التركي بإنقاذ الكرد من الذبح. لكن المراهنة التركية ما زالت تأمل بأن تجري الأحداث وفق ما تشتهي، فيطلب منها التدخل البري لمواجهة داعش أو أن تتدخل بدعوى حماية حدودها كما ألمح الرئيس التركي. فتركيا التي تنظر إلى الأراضي السورية الفسيحة من أمامها لا تعير اهتمامها إلى إمكانية تدهور الاستقرار من ورائها، ولا يبدو أن الحزب الحاكم يأخذ تهديدات حزب العمال الكردستاني على محمل الجد والحذر. على خلاف ذلك تحذر الصحف والدراسات التركية من ارتدادات عميقة في تركيا إذا توقفت مفاوضات الحزب الكردستاني وعودته إلى حرب عصابات في ظروف متفجرة وتقلبات شديدة في المنطقة. الدراسات الأقل تفاؤلا تتوقع أن ينتقل عدم الاستقرار في المنطقة إلى داخل الأراضي التركية بسبب أزمة الخيارات التي تضيق على تركيا أكثر فأكثر منذ 3 سنوات. فخلافا لتحالف واشنطن لا تملك تركيا مرونة في المناورة للتقدم حينا والتراجع أحيانا بحسب الظروف، بل تبدو على أهبة الاستعداد للتدخل البري حتى بذريعة الدفاع عن جنود ضريح سليمان شاه. في هذا الموضع الذي وضعت نفسها فيه يمكن أن تنزلق الأحداث بتركيا نحو مغامرة غير محسوبة، وقد لا تجد أمامها طريقا آخر لمأزق خياراتها أو للحد من ارتداداتها داخل أراضيها. ولمزيد من مناقشة هذا الملف معنا الآن مباشرة من برلين مسؤول الإعلام في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السيد نواف خليل. سيد نواف خليل، دعني أبدأ من تساؤل ضيفنا في اسطنبول، والذي يقول لماذا كل هذا الضغط الكردي على تركيا وتهديدها وإثارة القلقلة بالقلاقل بداخلها لكي تنقذ مدينة عين العرب أو كوباني؟ هذه المدينة خارج حدود تركيا، وبالتالي يعني ليس مطلوبا من تركيا أن تستنفر قواتها لإنقاذ هذه المدينة. نعم، مساء الخير لك وللمشاهدين. صلى الله مساء. من يجب أن يقلق من الآخر؟ هل الكرد في روجافا هم الذين سمحوا لهؤلاء الذين يقاتلون الآن في كوباني وغيرها من المدن السورية، والذين أتوا من 74 دولة المرور من تركيا إلى سواء سريكانيا رأس العين أم إلى كوباني وبقية المدن الأخرى؟ هل المطلوب منا أن نحمي الحدود التركية أم المطلوب من تركيا أن تحمي هذه الحدود؟ وكان المطلوب منها أن تكون صادقة وجدية في نواياها فيما يتعلق بإيجاد حل القضية الكردية في شمال كردستان مع حزب العمال الكردستاني والقائد أوجلان. يعني تركيا هي التي سمحت لكل هؤلاء بالمرور، وهي التي قدمت العون. هذه ليست اتهامات، وصل الأمر بنائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن يقولها علانية، ولم تكن زلة لسان. ويعني الرجل كان يتحدث وهو في موقع مسؤولية نائب الرئيس الأمريكي في جامعة أمريكية، وبعد ذلك اعتذر نعم لتركيا، واعتذر لأبو ظبي، واعتذر الرياض. وأنا لذلك قلت لم تكن زلة لسان، إنما حقيقة الموقف. يعني حتى اليوم البرلمانية الألمانية كلاوديا روت أيضا اتهمت تركيا بذلك. الأمر لم يعد سريا أو بحاجة إلى الكثير من الوثائق. تركيا يعني سمحت لهؤلاء وقدمت العون، ويعني كل أشكال الدعم يعني كان. طب إذا افترضنا أستاذ نواف خليل، إذا افترضنا فعلا أن تركيا هي من أدخلت داعش ودعمتها، ويقول السيد ولاد درويش في من كوباني أنه شاهدوا ذلك بأم العين ولديهم وثائق على ذلك، إذا افترضنا أن هذا كله صحيح، لماذا يطلب من الجاني افتراضا طبعا أن ينقذكم؟ يعني لماذا يطلب من تركيا أن تتدخل لإنقاذ عين العرب إذا كانت هي سبب مأساة عين العرب أو هي من تقف خلف داعش؟ نحن نريد أن نضع العالم بأكمله أمام هذه الحقيقة. إذا كانت تركيا حقا كما تقول هي
يعني تقاوم أو تقف بالضد من هذه التنظيمات الإرهابية فعليها أن تظهر نواياها الحقيقية. رئيس وزراء أقليم كردستان يقول تركيا حليف استراتيجي، حزب العمال الكردستاني يعمل للتفاوض مع تركيا وكخيار استراتيجي، التفاوض كخيار استراتيجي لوضع حد لثلاثة عقود من القتال ضد الدولة التركية أو في مواجهة الدولة التركية لإقرار اعتراف دستوري بالشعب الكردي. كيف يمكن أن نصدق تركيا وهي تقارن بين حزب العمال الكردستاني وداعش؟ هل يمكن لدولة تحترم نفسها أن تقول حزب العمال الكردستاني كهذه المنظمة الإرهابية وتذهب للتفاوض مع حزب العمال؟ بل إن المسؤولين الأتراك طالبوا أن تنتقل المفاوضات من إمرة لحيث القائد الكردي وجران إلى قنديل. كيف يمكن للكرد في أي مكان أن يثقوا بالنوايا التركية وأن يصدقوا أنها كثير من النقاط طرحتها أستاذ نواف خليل، وصلنا للجواب وأرجو أن تبقى معنا. وإلى اسطنبول مباشرة إلى الأستاذ أوكتاي يلماز. كثير من النقاط أستاذ أوكتاي يطرحها الأكراد استمعنا إليها ولا أريد إعادتها. أعطيني الوقت سأعطيك المناسب. سأعطيك الوقت لكن أضيف نقطة، وهو تهديد عبد الله أوجلان من المعتقل بإيقاف عملية السلام والمحادثات مع تركيا في حال سقطت كوباني. أيضا إلى أي حد يمكن أن تحسب تركيا حساب لمثل هذا التهديد؟ تفضل. في الحقيقة هناك تناقض في مواقف الكردية، يعني هم قاموا واتهموا تركيا بمحاولة السيطرة على المناطق الكردية، وكذلك حزب الكردي الديمقراطي في تركيا، حزب الديمقراطي للشعوب، رفض المذكرة الحكومية التي تتيح للحكومة بالتدخل العسكري خارج البلاد. وبعدين تدعو الآن، يعني بعد الاتهام التركي بمحاولة السيطرة على المناطق الكردية، تدعو الجيش التركي للدخول إلى كوباني. يعني هناك تناقض واضح. كذلك دعوة الشباب والمواطنين إلى الشوارع وتخريب مدن تركيا أعتقد لا تساعد كوباني. ثانيا يعني أنا أستغرب حقيقة لماذا هذه الإثارة، لماذا هذا التحميل كله على تركيا؟ يعني تركيا ماذا فعلت؟ تركيا قدمت طعم كبير للشعب السوري، استضافت على أراضي وما زالت تستضيف على أراضيها مليوني لاجئ سوري وتقدم لهم جميع أشكال الطعم الإنساني، ونصف هؤلاء من الأكراد في الحقيقة. وفي الأسبوع الآخر كل من في كوباني لجأوا إلى تركيا، إلى الدولة التركية، وليس إلى الإرهابيين، وليس للإرهابيين أن تتهم تركيا بالإرهاب، ولا علاقة لمنظمات الإرهابية بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية داعش بتركيا. يعني داعش مبدئيا ضد تركيا، داعش تتهم تركيا بالكفر والضلال وتهدد بالقضاء على تركيا. يعني كيف تكون هناك علاقة بين هذه المنظمة المتطرفة وبين الدولة التركية، بين الجمهورية التركية؟ هذه يعني غير صحيحة، لا توجد هناك ربط أبدا. وكذلك ربط محاولة الربط عملية السلام الداخلي في تركيا بين الدولة التركية وبين الفصائل الكردية المسلحة، هذه عملية تركية داخل تركيا، وليس يعني وأحداث كوباني في خارج تركيا. لا يوجد، يعني لا نستطيع أن نربط العملية الداخلية بالأحداث الخارجية، هذا خطأ كبير. طيب سيد أوكتاي أرجو أن تبقى معنا وأيضا ضيوفي. ثم أن الأكراد هم حلفاؤنا، يعني هم لا في تركيا لا توجد فرق بين الكرديين والتركي، يعني شعب مختلط. وتركيا بذلت جهودا كبيرا لمساعدة. طيب أستاذ أوكتاي أرجو أن تبقى معنا وأيضا ضيوفي. معركة عين العرب فجرت غضب أكراد تركيا، حيث تواصلت المواجهات بين الشرطة التركية والمحتجين الكرد في عدد من المدن ولا سيما جنوب شرق البلاد، ما أدى إلى مقتل 19 شخصا. وتجددت الاشتباكات في ديار بكر بين المتضامنين مع عين العرب ورجال الأمن الذين استخدموا قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. المواجهات امتدت لتشمل أنقرة واسطنبول، فيما دعا وزير الداخلية التركي إلى الهدوء واصفا ردود فعل المحتجين بغير العقلانية. ك
كرد في مواجهة الشرطة. المشهد المألوف في شوارع تركيا يحمل اليوم عنوانا مختلفا، فيما تتابع أنقرة مكتوفة الأيدي الهجوم العنيف على عين العرب ذات الأغلبية الكردية، يتفجر الغضب في بعض أرجاء البلاد. ليل عاصف عرفته بلدات شرقية وجنوب شرقية. أنقرة وإسطنبول لم تسلما من استياء كرد يمثلون خمس المواطنين الأتراك. قتلى، جرحى ومنقوفون هي حصيلة اشتباكات أثارها ما عدى تخاذل تركيا عن التحرك لمنع مجزرة محتملة في عين العرب، برغم المطالبات من الداخل والضغط من الخارج والقذائف التي سقطت فوق أراضيها. المتظاهرون ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة على المباني الحكومية وأقفلوا الطرقات. الشرطة ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع، الرصاص المطاطي، وباستخدام خراطيم المياه. تقارير قالت إن الشرطة التركية استخدمت رصاصا حيا في أحد الأحياء ما أوقع قتيلا. عين العرب ليست فقط مقياسا لفاعلية تحالف الولايات المتحدة وحلفائها ضد داعش كما يصفها مراقبون، هي فاصل محوري في مسار المحادثات بين الحكومة التركية والأكراد. مصيرها يحدد موقف 15 مليون كردي في بلاد تهتز منذ ثلاثة عقود على وقع أزمة تعيش اليوم أحد فصولها الدامية. إلى مقاطعة كوباني من جديد والأستاذ ولات درويش. سيد ولات درويش، يعني اليوم واشنطن تقول بأنه منع سقوط مدينة كوباني عين العرب ليست هدفا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية، الهدف هو ضرب مركز القيادة والسيطرة لتنظيم داعش. إلى أي حد هذا التصريح يمثل خيبة أمل بالنسبة للكرد في المدينة؟ وأيضا ما الفائدة التي جنتها المدينة أو حصلت عليها المدينة فعلا في العمليات العسكرية من تحالف أمريكا ومن غاراتها على داعش؟ هل صحيح بأنه هم من منعوا تقدم داعش إلى المدينة؟ يا سيد الكريم، نحن لا نعول على ضربات الجوية كثيرا، هي بمحل ترحيب، لا بل نحن نعول على مقاتلينا الذين سطروا ملاحم بطولية وهم صاحب إرادة قوية. لذلك نحن نرحب بالتحالف الدولي ضد داعش، ولكن في الأساس نحن نعتمد على إرادة مقاتلينا لتصدي لداعش. أنا أريد أن أوجه سؤال لضيفك من تركيا، وهو إن كان تركيا لا تدعم الإرهاب وهي قلبها على كوباني وتتألم كما هم يرددون هذه الكلمات، وإذ أن أقول له لماذا اعتقلوا حوالي 200 شخص من أطباء وصحفيين ومدنيين كرد الذين خرجوا منذ ثلاثة أيام من مدينة كوباني وهم معتقلون في مدينة سروج في صالة رياضية، صالة كرة سلة، لماذا وهم الآن في إدراس عن الطعام؟ لماذا اعتقلوا؟ وجه السؤال لضيفك في أنقرة كي يرد علينا، لماذا اعتقلت تركيا هؤلاء؟ يعني ضيفي في أنقرة أستاذ ولاد درويش هو كاتب تركي، يعني وصحفي تركي وليس يعني جهة رسمية. يا سيدي، بشكل من الأشكال هو يتكلم باسم سياسة تركيا. أنا أردت أن أنوه إلى هذا الأمر، إن 200 شخص من الطباء والصحفيين معتقلين لدى تركيا في صالة رياضية في مدينة سروج وهم الآن في إدراج عن الطعام، وبعض منهم تعرض لتعذيب في التحقيق أثناء التحقيق. طيب سيد درويش، سؤال أخير يتعلق أيضا بما قالته إيران اليوم بأنها على استعداد لمساعدة المدينة في حال سمحت الحكومة السورية في ذلك، ترحبون بمساعدة إيرانية عسكرية للمقاتلين الكرد؟ نحن نرحب بكل أشكال المساعدة إن حدث هذه المساعدة بتنسيق مع وحدات حماية الشعب، ونحن نريد أن نقول للعالم إن وحدات حماية الشعب تنوب عن العالم في محاربتها للإرهاب، والعالم جمعاء مسؤولين عن المذابح والمجازر التي ترتكبها داعش حتى الأكراد والشعوب في
في المنطقة. شكرا جزيلا لك سيد ولاد درويش، عضو هيئة الإدارة في مقاطعة كوبان السورية، كنت معنا مباشرة من هناك. سيد نواف خليل، أيضا فيما يتعلق بالاستراتيجية الأمريكية التي تقول ليس من ضمن استراتيجيات حماية مدينة كوباني، وأن هذه يعني هناك استراتيجية أشمل وأعم تتعلق بضرب كل مفاصل التنظيم أو مراكز القيادة والسيطرة للتنظيم، وبالتالي هل يعني لا يوجد أي تعويل بالنسبة للكرد على التحالف الأمريكي في أن يوقف تقدم داعش باتجاه المدينة؟ فقط يعني نقاط سريعة أود أن أوضحها. الضيف من أنقرة يقول أن الجميع متساوون في تركيا، لا تزال المادة 66 من الدستور التركي تقول كل من يعيش في تركيا هو تركي، ولا تزال الحكومة الرسمية التركية تمنع حتى التدريس باللغة الكردية إلا كلغة اختيارية، ولا تزال الحكومة التركية يعني تمنع أي اعتراف دستوري بالكرد، ولا تزال الحكومة التركية تفرض أسماء يعني الأسماء التي تم تتركها ل 12,000 قرية كردية، ولا تزال تتكتم على هذا شأن كبير. هذا شأن تركي أستاذ نواف، شأن تركي داخلي يتعلق بعلاقة تركيا بمواطنين بمواطنين كرد. فيما يتعلق بسوريا، نتحدث عن سوريا أستاذ نواف، كرد سوريا. نعم، يعني تركيا تقيم الدنيا ولا تقعدها حينما يتعلق الأمر بكركوك، وهذا أيضا شأن داخلي عراقي. يعني تركيا تتحدث عن الأتراك أو ذوي الأصول التركية في أويغور في الصين، يعني لماذا لا يحق لي وأنا عائلة يعني أهلي ويعني جزء من أهلي على الجانب الآخر من الحدود، كيف لي أن لا أتحدث؟ يتحدث العربي أينما كان عن القضية الفلسطينية. هذا يحق لك أستاذ نواف خليل، أستاذ نواف توضيح. نعم. يحق لك التحدث ما شئت، لكن الملف ملفنا المتعلق بالليلة. نعم. هو تداعيات ما يحصل في عين العرب وفي كوباني. نعم. على تركيا، وأيضا خيارات الكرد الآن، وأيضا علاقة تركيا بما يجري حاليا في كوباني. نعم. فيما يتعلق بخيارات الكرد، خيار الكرد كان واضحا جدا ولا يزال هو خيار المقاومة في وجه هذه الجماعات، والخيار الكردي يقول لتركيا وهذه المظاهرات التي ذهب فيها 19 شهيدا أن تكف يدها عن التدخل في الشأن الكردي وحتى الشأن السوري عموما، لأنها أعاقت الكثير من التطورات التي كنا نأمل أن تحدث في سوريا. نعم. المسألة لا تتعلق بجلب العسكر التركي إلى الداخل، تركيا تدعي أنها جزء من التحالف، عليها أن تثبت أنها ذلك، وهي متهمة حتى تثبت العكس. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فأعتقد أن الضربات التي وجهتها وإن كانت محدودة لمجاميع داعش هي مرحب بها بكل تأكيد، لكن القوة طيب. الأساسية التي نعتمد عليها هي قوة وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة. تسمح لي لأنه انتهى الوقت، في شمال كردستان الذي انتفض الكرد. نعم. في أستاذ نواف خليل، لأنه انتهى الوقت أتحول مجددا إلى اسطنبول في سؤال أخير أيضا للأستاذ أكتاي يلماز، يتعلق بأيضا التداعيات التي يمكن أن تؤثر على تركيا. كل هذه التظاهرات وعدد القتلى والجرحى في التظاهرات نتيجة أن تركيا تقاعست، أو يعني الكرد يتعرضون لمذابح في عين العرب. طيب ماذا لا سمح الله إن سقطت المدينة؟ هل سنشهد تداعيات أكبر بكثير؟ وهل تركيا تحسب حساب ذلك؟ طبعا هذه تؤثر على السلم الأهلي في تركيا حقيقة. ما شاهدناه أمس اليوم يعني تخريب في المدينة وعدد من القتلى، ولكن أذكر أن هؤلاء القتلى من الأكراد أنفسهم، يعني أنصار حزب البكاك الإرهابي هاجم على حزب على أنصار حزب كردي آخر، حزب الهدى ذي خلفية دينية بالأسف الشديد، وكذلك تخريب ممتلكات العامة والخاصة، الممتلكات الخاصة للأكراد في الحقيقة وما إلى ذلك. يعني هناك طبعا تركيا تجري عملية سلام الداخلي منذ سنتين، لم تحدث أي قتل. يعني هذه يعني صعود الأحداث تهدد هذه العملية، ولكن الحكومة التركية مصرة على أن العملية فإن تخلت عنها الفصائل الكردية إنها
تواصل مع الشعب الكردي. مع نعم أنا أشكرك جزيل الشكر. للأسف الشديد انتهى الوقت. أوكتاي يلماز الكاتب والمحلل السياسي تركي حدثنا من اسطنبول. وأيضا الشكر السيد نواف خليل مسؤول الإعلام في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي كان معنا مباشرة من برلين. أكد زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي أن هناك مساعي لعرقلة انتقال اليمنيين إلى مرحلة الشراكة الوطنية وبناء دولة عادلة. وفي خطاب وجهه إلى الشعب اليمني كشف الحوثي أن حركة أنصار الله تفاجأت بتكليف الرئيس هادي رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك على الرغم من استبعاده بالتوافق. الحوثي شدد على عدم القبول بأن يكون رئيس الحكومة مرشحا من قبل سفارات معينة واعتبر أن المرحلة تتطلب رئيس حكومة مرحبا به من الجميع. وهنا المسألة الخطرة جدا، بأي حق من أين تمتلك بعض السفارات الأجنبية أو البعثات الدبلوماسية الحق في أن تكون هي من يفرض على هذا الشعب اليمني رئيسا لحكومته؟ من أين تمتلك الحق؟ على أي أساس؟ هذا هو الشعب اليمني، هذا هو اليمن، بلد مستقل وشعب حر، ولا يمتلك أي أجنبي أن يقرر من يكون رئيسا لحكومته. غموض يكتنف المشهد في اليمن بعد رفض قوى أساسية وفي مقدمتهم أنصار الله المؤتمر الشعبي العام تكليف أحمد عوض بن مبارك تشكيل الحكومة. أنصار الله يسحبون ممثلهم من الهيئة الاستشارية للرئيس ويرفضون إزالة خيم الاعتصام ونقاط التفتيش حتى يتم التوافق على اسم رئيس الحكومة. ردود فعل متباينة بشأن تكليف الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي مدير مكتبه أحمد عوض بن مبارك بتشكيل الحكومة. حركة أنصار الله سارعت إلى رفض تكليف بن مبارك وسحبت ممثلها من الهيئة الاستشارية للرئيس. الحركة اعتبرت أن قرار التكليف جاء نتيجة ضغوطات خارجية وأنه تجاوز المعايير المتفقة عليها من كل الأطراف. المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني رأت أن مستشاري الرئيس أخطأوا وأن تعيين شخص من عدن جنوب اليمن لم يكن موفقا. وأشار الناطق باسمها أن اختيار رئيس الحكومة يجب أن يكون من المحافظات الشمالية طالما أن رئيس الجمهورية من المحافظات الجنوبية. غموض يكتنف المشهد اليمني بعد تكليف بن مبارك، فالاتفاق ينص على إزالة جميع نقاط التفتيش وخيم الاعتصامات بعد تسمية رئيس الحكومة. أنصار الله رفضوا التعيين ورفضوا الانسحاب. مصادر دبلوماسية استبعدت لجوء أي من الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية للتدخل العسكري لإنهاء سيطرة أنصار الله على صنعاء. أمام هذه التطورات تبقى الأزمة السياسية تراوح مكانها، ويبقى تطبيق اتفاق السلم والشراكة الذي وقع في الفترة الأخيرة مرهونا بالتجاذبات المحلية والحسابات الإقليمية والضغوط الدولية. وكان الاتفاق نص على تعيين مستشار لرئيس الجمهورية من أنصار الله وآخر من الحراك الجنوبي، ونص أيضا على تشكيل حكومة كفاءة خلال شهر، إضافة إلى خفض الأسعار وفي مقدمها الوقود. ولمناقشة هذا التطور في المشهد اليمني ينضم إلينا في الاستوديو السياسي اليمني الأستاذ زيد الذاري. أستاذ زيد، بداية هذا الرفض من قبل حركة أنصار الله لمرشح الرئيس للحكومة أو تسمية أحمد عوض بن مبارك للحكومة، إلى أي حد هذا الرفض يهدد نسف اتفاق السلم والشراكة برمته؟ يفترض أن يكون السؤال عكس ذلك. إلى أي مدى يمكن أن يهدد هذا القرار باتفاق الشراكة والسلم؟ وليس موقف أنصار الله. موقف أنصار الله أعتقد أنه جاء منسجما مع جوهر اتفاق السلم والشراكة الذي أراد أن يكرس معنى الشراكة الوطنية لبناء اليمن الجديد، باعتبار أن كل ما عانته اليمن من اختلالات وما وصلت إليه من شبه فشل هو كان ناتج عن غياب مبدأ الشراكة وتجاوز القوى الحية والموجودة على الساحة اليمنية وسياسة الإقصاء والتفرد، سعيا نحو تكرار حالات الاستبداد التي صارت اليوم من الماضي والتي يجب على الجميع أن يدرك أن يغادروا هذا الثقافة. بتقديرك لماذا ردة الفعل هذه من قبل حركة أنصار الله على تسمية أحمد عوض بن مبارك؟ ما هي الملاحظات على هذه التسمية؟
أعتقد أن إدراك عمق ما وراء هذا الرفض في تقديري أنا أنه نابع من الحرص الأكيد والمسؤولية التاريخية والوطنية تجاه مستقبل اليمن الذي جاء اتفاق الشراكة لكي يخرجها من الماضي نحو المستقبل على قاعدة الشراكة الوطنية. فهذا هو الدافع الأساسي لحركة أنصار الله، حرصها على اليمن أرضا وإنسانا ووحدة وأمنا واستقرارا ودورا واستعادة الإنسان اليمني لدوره والقيام بواجبه تجاه وطنه، وأيضا قيام اليمن بواجبها ودورها على مستوى المنطقة وعلى مستوى أمتها. طب تقول حركة أنصار الله، واستمعنا قبل قليل لزعيم الحركة السيد عبد الملك الحوثي يقول بأنه هذا من السفارات ومن الدول الخارجية تسمية رئيس الحكومة سيد بن مبارك. ما هي مصلحة الدول، أو من هي الدول، أو لماذا تريد الدول أحمد عوض بن مبارك؟ يبدو أن ثقافة الماضي ومحاولة فرض الخيارات على اليمن أرضا وإنسانا لم تغادرها بعض الأطراف نتيجة والقوى الإقليمية والدولية، نتيجة عدم إدراكها لطبيعة التحول العميق الموجود وعلى صلابة الإرادة التي يمثلها الإنسان اليمني اليوم بقيادة والقيادة المؤتمنة على هذا الخيار بكل صلابة وبكل عنفوان. وربما ما تزال الثقافة الماضي أو عدم الإدراك حتى لمصالح هذه الدول التي نتمنى أن تراجع موقفها وحساباتها وأن تكون مدركة لطبيعة وعمق التحول الموجود اليوم وصلابة الإرادة في تحرير القرار اليمني من أي إملاءات خارجية. وكما هو مطالب القوى الإقليمية والدولية بهذا، مطالب أيضا القيادات السياسية وخصوصا فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يكون أكثر انسجاما وأكثر استحضارا وتماهيا مع هذه الإرادة الوطنية باعتباره رئيس البلد. تبقى معنا أستاذ زيد لنعرض هذا التقرير أيضا حول الأوضاع في اليمن. شن تنظيم القاعدة سلسلة هجمات استهدفت مقر حكومية وعسكرية في مدينة البيضاء شمال اليمن، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. هجمات سبقتها عمليات للقاعدة على مراكز وتجمعات للجيش وأنصار الله في صنعاء والجوف. فهل هو بداية توسع للقاعدة نحو شمال البلاد؟ محافظة البيضاء تلتهب. تنظيم القاعدة في اليمن يوسع المواجهة ويستهدف ثقونات عسكرية ومقار حكومية، وذريعته سباق قرار الحكومة تسليم معسكرات في المحافظة لأنصار الله. هجمات سبقها استهداف تجمعات وعناصر من أنصار الله في صنعاء، فضلا عن عملية انتحارية استهدفت مشفى في الجوف خلفت قتلى وجرحى. ستحاول القاعدة خلال الأسابيع والشهور القادمة إطفاء طابع طائفي ومذهبي على عملياتها، سواء ضد الجيش أو أنصار الله، ووضعها في سلة واحدة كالعملية التي نفذها التنظيم اليوم في البيضاء. باعتقادي أن عمليات القاعدة سوف تكون أكثر حدة ووتيرة أعلى، وفي مناطق مدنية كصنعاء وبقية عواصم المدن التي يتواجد فيها أنصار الله. هي معركة مفتوحة مع أنصار الله إذن، معركة وفق مصادر خاصة حشد لها عناصر القاعدة ومقاتلون في حزب الإصلاح وعرب أفغان قاتلوا في سوريا، معركة مساحتها كل اليمن ولا سيما مناطق نفوذ وسيطرة أنصار الله كما يقولون. الحوثي مسيطر على نصف الأمن السياسي، يمكن الحوثي مسيطر على ناس مجامع في الجيش. أتوقع أن يبدأ أنصار الشريعة بقصف مساجد الحوثيين. مواجهة يخشى أن تتوسع في البلاد، ويبدو أنها وفق مراقبين قابلة لمزيد من التصعيد في ظل الأزمة السياسية في البلاد. وما يثير الريبة هو ذبح 14 جنديا مؤخرا في حضرموت، فهل هو شرر متطاير من أقاصي الشام وبلاد الرافدين؟ أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو أستاذ زيد الذاري. أستاذ زيد، تعليقا أولا على التقرير، هل هناك خشية فعلا من عملية انتقام من حركة أنصار الله بسبب يعني التقدم الميداني الذي حققته وفرض شروطها و يعني المطالب التي كانت تطالب فيها،
عبر تجميع قوة تكفيرية للانتقام، هل فعلا يمكن أن يدخل اليمن في هذا السيناريو؟ أعتبر أن هذا الرهان فاشل ولن يؤدي إلى نتيجة، و سأكون متفائلا وتفاؤلي ليس من فراغ أن هذه ستكون عبارة عن فقاعات سريعا ما سيتم احتوائها وتجاوزها نظرا لطبيعة الحالة الوطنية التي بيمثلها المشروع اليوم في اليمن المعبر عن كل آمال وتطلعات المجتمع اليمني، وبالتالي هذه المحاولات لن تجد لها أي فرص للنجاح ولن تجد لها أي حواضن اجتماعية، وستتهاوى بالمنطق يقول هذا والإدراك الواقع يقول هذا على المستوى الوطني والمحلي. لن تكون هناك داعش في اليمن حتى وأن تمت محاولة فرص تبنيها ودعمها وتغذيتها تكاد تكون قد تجففت في روافدها الأساسية في الداخل، وفي الخارج إقليميا ودوليا لا أعتقد أنها طيب ستتمكن. على سيرة الإقليمي والدولي، البعد الإقليمي والدولي فيما يجري حاليا في اليمن، لا شك الخيارات الداخلية تحديدا، الخيارات الداخلية لا شك اليوم تقوم على أسس ومبادئ ترتكز على قاعدة استقلال القرار السياسي وعدم التبعية والإلحاق، وأنا أدعو بهذه المناسبة كل القوى الإقليمية والدولية من الأشقاء والأصدقاء أن ينظروا إلى اليمن كأرض تلاقي وليس ساحة صراعات وتصفية حسابات، وهذا بالدرجة الأساسية يعتمد على الأداء اليمني الوطني وأيضا تفهم هذه القوى أن اليمن يمكن فعلا أن تشكل حاضنة وأرضا لتلاقي انطلاقا من إدراك مصلحة اليمن وما يتطلبه الإنسان اليمني وليس بهدف الهيمنة أو التبعية والإلحاق ومغادرة أي أحلام أو ثقافات كانت تسعى لتكريس نفسها في الواقع اليمني بهذا الاتجاه. هذا ما أدعو وأتمنى أن يصير، وأنا على ثقة مطلقة أن المرحلة القادمة هي نزاعة الإرادة الوطنية، نزاعة نحو الاستقلال دون أن تكون اليمن مقرا أو منطلقا لأي اعتداء أو تهديد أو خطر على أي من أشقائه الأقربين والأبعدين. والله نتمنى ذلك. أستاذ زيد، يعني اتفاق السلم والشراكة الآن بعد هذا الاعتراض أصبح محل تساؤل ربما، وهنا نسأل أيضا عن دور المبادرة الخليجية، هل اتفاق السلم والشراكة نسخ المبادرة أو ألغى المبادرة الخليجية، وتعثر هذا اللقاء هذا الاتفاق إلى أي حد يعيد الأطراف فعلا إلى المبادرة الخليجية من جديد، ودور الدول التي رعت يعني دول الخليج التي رعت هذه المبادرة الآن فيما يحصل الآن؟ هذا سؤال عميق وبده وقت أطول، لكن لا يوجد وقت كثير. باختصار شديد جدا، تفضل. المبادرة الخليجية كانت نتاج موازين قوى على الأرض معينة، وكانت نتيجة انقسام داخل السلطة، وبالتالي جعلت أطرافها محددة بأطراف المنقسمة على نفسها داخل السلطة والأحزاب الملحقة بها. خلال السنتين والثلاث سنوات الأخيرة جرت تغيرات وتدفقت مياه كثيرة في نهر اليمن، غيرت موازين القوى على الأرض وأبرزت قوى كانت مغيبة. موازين القوى الجديدة الفاعلة والحاضرة بقوة في إطار من المشروع الوطني الجامع هي التي أرادت أن تصوب المسار اعتمادا على ومنطلقة من الحوار الوطني ونتائجه التي مثلت نظرية رائعة ونصوصا شبه مكتملة لبناء اليمن الجديد والمستقبل. فهذا هو التغير، أنه الواقع الجديد اليوم هو الذي فرض هذا بإرادة يمنية. للأسف الشديد انتهى الوقت يمنية. أستاذ زيد الذاري السياسي دائما هكذا مع اليمني، أشكرك جزيل الشكر. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. إلى فقرة الماضي الحاضر، شكرا جزيلا.